احنا مقسمين الحلقه دي النهارده يا جماعه لشقين. شق هنناقش فيه اسباب الهزيمه واسباب اللي احنا يعني ايه اللي وصل النادي الاهلي للوضع ده، والجزء الثاني هنتكلم معاكم فيه واقعيا يعني هو الاهلي فعلا ما خرجش. ما نقدرش نقول ان الاهلي ودع دوري ابطال افريقيا رسميا، على الورق لسه في احتمال وحيد، وده هنشرحه لكم انا ومحمد في الجزء الثاني من الحلقه. الاهلي على تاريخه لما نيجي نشوف بنلاقي ان الكوارث والكبوات اللي فريق الكره بيمر بيها لما بيحصل لها تصحيح بتقعد فتره الدنيا هاديه. ليه؟ لان كل بيفوق. الغريب ان احنا في الفتره دي طبعا للاسف يعني احنا طبعا مثلا بصراحه يعني ما اعتقدش، انا اسف والله انا بقول كده، بس ما اعتقدش في حد في مصر كلها اتنبح صوته في موضوع الساعه ماتش الساعه 3 العصر دي قد دي. كل امانه والله على جميع المنصات يعني سواء على يلا كوره عبر قناه النادي الاهلي عبر السوشيال ميديا الناس مستهينه شويه بالامور اللي خارج الملعب. يا جماعه بصوا النهارده سان داونز ومسؤولي سان داونز عملوا ايه؟ ده عملوا حفله، جزء من عملوا حفله عملوا حفله قبل الماتش، جابوا مغنيين وعملوا بارتي حلو للناس عملوا شو لطيف شفتوا الناس داخله الاستاد والحكم بيصفر امواج داخله. ده جزء عايز ده جزء من البلان بتاعت المدير الفني. ده جزء ضغط العصبي والزعيق. تخلي بالك الزعيق اللي وصل لك في التلفزيون ده حاجه، واللي وصل للعيبه في الملعب حاجه، داخل الملعب حاجه تانية خالص. هم دارسين الاهلي كويس جدا 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 معنويا ونفسيا. لعيبه الاهلي فعلا الريكورد، احنا هنا في كتفك يا اهلي قلنا لكم الريكورد بتاعنا النتائج السلبيه للاهلي يا محمد في الوقت في المباريات دي اكتر من النتائج الايجابيه، حتى لو حققنا مره او اتنين او ثلاثه لكن تبقى النتائج السلبيه هي. انت عمرك ما كسبت في الكويت هناك. ضيف على كده ان هم عارفين لعيبه النادي الاهلي بتتضرر من الجماهير الكتيره وصوت التشجيع القريب. على فكره انا ممكن اكسبك بالحماس يا جماعه. لعب الكوره والحرفنه حاجه والمكسب حاجة تانية. المكسب ده ليه عوامل. فرج على الشوط الاول اللي انت نازل فيه، احنا ايه عمالين نتكلم على التهيئه النفسيه والتهيئه البدنيه والساعات البيولوجيه، عمالين نتكلم على كل حاجه، احنا فعلا مش قادرين. ده احنا اول المباراه اول ثلث ساعه منظرنا مخزي بكل امانه منظرنا كان وحش. طب هي الازمه فنيه يعني، خد بالك من النقطه يا كريم برضو. انت الخمسه الاولانيه كانت مع لاسارتي والمره دي كولر، صحيح. يبقى القصه مش قصه مدرب بنسبه 100%. برافو عليك، صح، برافو عليك. طبعا هي مش فن، الفنيات فيها حاجات بسيطه قوي، نسب ان حتى ايه، انا اسف، هو ينفع سكواد الاهلي يا محمد زي ما هو يخسر 5-0 وما يتغيرش كتير؟ ينفع؟ لا ما ينفعش اصلا لو انت في حالتك البدنيه، انت اصلا مش في حالتك البدنيه. ده لك ان تتخيل ان احنا شوط اول ثلث ساعه في المباراه اول 25 دقيقه الفجوات اللي ما بين ثلاث خطوط شاسعه، وانت اصلا لسه نازل بكامل قوتك البدنيه، هو انت ارهقت او شيء؟ ده انت لسه ما جريتش، لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. هم نازلين عارفين هيعملوا، لعيبه سان داونز متحفظ عارفين هيعملوا ايه. احنا لاعبتنا للاسف وجهه نظري قبل ما نتكلم على الفنيات، وطبعا في 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 مشاكل وفي اختلافات في الامور الفنيه بكل امانه بكل امانه، وهدي واحده منها مثلا. انت عارف ان انت هتلعب مباراه يوم السبت الساعه 3 العصر وليها ظروف وليها طبعا. مارسيل كولر اول تجربه افريقيه، وزي ما كنا بنقول لرينيه فايلر واي مدير فني اوروبي جديد بيلعب في افريقيا. كابتن حفيظ وكابتن امصان تعرضوا لمثل هذه الظروف كتير جدا كتير جدا 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 جدا. كان يجب ان انت لازم طالما لعبت المقاولين وسط الاسبوع اللي قبليه كان لازم يحصل تغييرات، وكان لازم تعتمد علي معلول. مستحيل ان انت تقدر تحمله 180 دقيقة في كام يوم. لا ده مش النهارين بس، انت اتكلم على القطن سبت، ايوه تلات سبت بالظبط، يعني تلات مباريات والسفر 10 ساعات. انت مسافر من شمال القارة لجنوبها. لاعب زي مروان عطية مستحيل في مباراة زي دي ما يبقاش له دور. مستحيل، هو معروف بالمجهود البدني الوافي. ازاي ده اكتر واحد اداك ورك ريت من ساعة ما جه القايمة؟ فدي امور فنية طبعا، لكن حتى ايوه لو انت غلطت فني ما تخسرش برضه من النتيجه دي. في عوامل اخرى انا بشوفها ان احنا ما بناخدش بالنا ودايما بنقع فيها، وهي عمليه التحضير الذهني والبدني. البدني بخصوص، هو بدني يا محمد. تاني بقول لك، انا احنا قدام الهلال برضه لعبنا وحش، القطن لاعب الهلال احسن مننا في السودان. احنا فعلا بقت سمه علينا، بقينا ما بنعرفش نلعب ماتش ده الا يعني استثناء.
بس مش غريب ان حتى الشناوي في المؤتمر الصحفي ودي كانت نقطه غريبه أي. اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال لك يعني ايه فرقه تلعب 3 العصر ايوه طب ما صن داونز لعب الهلال الساعه 3 العصر يا سيدي انا مش مختلف معاك بص بس انا حمد. مش حابب ان اللعيبه حتى تخش في الجزئيه دي ما هي خلي بالك يا محمد خلينا نتكلم بصراحه هي هل هي سهله ان انت اللعيبه نفسها واضح انهم مش قادرين ما خلينا نتكلم بصراحه خلينا نكون صراحه احنا دلوقتي بصراحه بكل امانه اللي يهمه مصلحه الاهلي والله بجد كل امانه يكون واضح وصريح يكون واضح وصريح ده حقيقي كل امانه لو انت عايز يعني تحلي الكلام وتخلي الكلام معسول وبتاع سهل هو مش اسهل من كده لكن مصلحه الاهلي الحقيقه بتقول ان انت تكون واضح وعندك شفافيه اللعيبه مش قادره اللي مش قادره على ايه اللي هي مش قادره ان هي تغير من نظام حياتها خصوصا بتلعب فريق جامد لو بتلعب اسوان سهله مش أزمة موضوع في متناول إنما فريق جامد لا بيحتاج منك جهد أكتر وتحضير أكتر كتير وإيه مين أفضل أنا قلتها أفضل فريق في القارة بيهاجم العمق بالله عليك إحنا قلنا الكلام ده هنا كم نفس مرة. الأخطاء إحنا قلنا العمق والأهداف كلها من العمق شفت صن داونز هاجم الأهلي من الأطراف لا مفيش نسخة صن داونز مع مكوينة بتهاجم من العمق الراجل ده فعلا واضح إن هو بيقول لبيتسو موسيماني انا تفوقت عليك خلاص هو مدرسه جوارديولا لا هو كان موسيماني كان نفسه يكون هو جوارديولا افريقيا مكوينا النهارده بيقول له انا جوارديولا افريقيا كل امان على فكره لونان مكوينا ده كان المساعد لبيتسو في صن داونز وكان نفسه يجيبه الاهلي بس صن داونز تمسك بيه وهو كمان رفض هو رفض بالظبط هو فضل التجربه ان هو يكمل هو حس برده فرصته ان هو يبقى رقم واحد وهو شايف كمان هو فعلا لو بصينا يا جماعه على الست لعيبه اللي بيهاجموا العمق كلهم حريفه مش ممكن بدليل بكل امانه ما فيش لاعب عندنا النهارده ما ترقص وبسهوله فيش لاعب عندنا النهارده في الفريق ما ترقص كله ترقص من المهاجم لغايه المدافع